هل يجوز المسح على الجوربين وما شروطه؟ وهل له علاقة بالسفر والحضر؟ نعم، يجوز المسح على الجوربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. يجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكون ساترين للقدم، ضافيين على الرجل، لأنهما يقومان مقام الخف. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله عملا بهذا الحديث. نعم.